الإمام هذا يمثل إرادة الرب فيما يرتبط بالأنبياء جميعا. النبوات التي سبقت نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كملها النبي، وكل الوعود التي قطعها الله على نفسه تجاه الأنبياء يحققها الإمام، الإمام المهدي، الإمام الصادق، جد الإمام. حينما يذكر اسمه بصيغة القيام يقوم من مكانه الإمام، حفيد حفيده، بس يعرف ارتباطه بالله، ارتباط الإمام بالله عز وجل، إرادة الرب. هذه الإرادة التي خلقتك وخلقت البشرية وخلقت الكون، هذه هي التي جعلت هذا الإمام مذخورا وكنزا سيكشف عنه حينما يظهر.